صباح الخير. صباح النور. اللي انت من امتى قاعد جنبنا هون؟ ما بعرف لانه ما طلعت بالساعة. يلا لشوف، صار وقت الفئة باشا. يلا ابني قوم تعال. يلا تركني كمان شوي. ما بصير، لا لانه في عندك مدرسة وصار لازم تروح. قوم يلا. تعرفي لازم نحكي مع معلمته ضروري لحتى نشوف كيف لازم نعوض له الايام اللي غابه. يلا ابني، شو مع مين انا عم احكي؟ قوم يلا. انا كنت فايق من زمان بس عم امزح. تعال لهون يا ازعر انت، والله تاريك مالك سهل. يلا قوم روح غسل وشك، يلا بسرعة يلا. طاهر مريني نفس. انت مو حاسس انه غريب الموضوع؟ يعني انه فيدات ما اجا مبارح لهون؟ لو ما في شي براسه كان اكيد اجا. انا ما بيهمني ابدا شو في براسه نفس، ولا بعرف هو على شو ناوي، بس في شغلة واحدة أنا متأكد منها. قلي شو؟ جاكارا بفيدات، نحن لازم نعيش حياتنا، ما نحلم حالنا من أي شيء نفس، فهمتي؟ أنا في عندي أحلام كتير ورح نحققهم كلهم مع بعض. على شو ناوي لنا فيدات؟ أنا مالي حابب أفكر بهالموضوع بنوب. رح نعيش حياة حلوة. اسمحوا لي فوت. من مين متعلم هالحركات؟ تعال يا سبع تعال. طلع من أبوه متعلمة. تعال لعندي يلا. تعال شوف. تعال خليني قرقرك شوي. أنا رح قرقرك وبدي آكلك لسه، استنى. أوخ يا ويلي ما أطيبك. يا حبيبتي يا بنتي، ما شاء الله ما شاء الله. شوي شوي على مالكن. انتبه. ألف حمد وشكر لك على هالنعمة يا رب. وعنتبه. شفنا هاليوم الحلو أخيرا. إيه والله مزبوط. صباح الخير بابا. يا صباح النور، يسعد لي هالصباح. مين هذا اللي جاي من الصباح؟ مين حيكون يعني؟ هاي ناجية أكيد بتكون جاية لحتى تحكي بشي قصة. هلأ أنا بصرفه، يلا بلشوا أنتوا أكل. هاتي بنتي. تفضل أبي. يسلم. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.